ليك ابني، انت مو تارك مصاري معي امانه؟ هدول تبعات سعدي. ايه والله كتار، ما عاد عرفت وين بدي خبيهم ولا حطهم، وبتعرف جيبتي مو متعوده على هيك مبالغ. شفت الحاره اللي اخذت خالد عليها؟ في كتير ناس فقره هنيك، في كتير اولاد ما عندهم ثياب يلبسوها. لودنا طيبه، حتى انا وقت فتت على الحاره وجعني قلبي عليهم، راح اخلي شويه مصاري مشان الاولاد وشوف اهل الحاره شو ناقصهم وجيب لهم اياهم. اللي بتشوفه عمي، انت شوف كيف بدك توزعهم وتصرف. ايه ماشي. هدول شو جايين يعملوا عنا بالحاره؟ هذا الكلب شو جاي يعمل هون؟ رجع اجا هذا المجنون، هالمره رح فرجيه قيمته. قوم معي فاتح. روقنا روقنا شباب، ليش فاير دمك؟ فاتح مجد. لك يسعد لي صباح الشوفيريه كلها. كيفك يا شريك؟ شو جابك لعنا؟ يه شو يعني شو جابك لعنا؟ ليش نحن مو في بيناتنا مصالح مشتركة؟ مو صرنا شراكة؟ شبك؟ نحن زملاء عمل هلا، كيف بتقلي شو جابك لعنا؟ المحل حلو مو هيك فيكو؟ شوف بسيط هادي على طرف البحر بعيد عن التوتر، يعني مو بقيان غير حدا يعمل مساج. بس شط البحر مو آمن، ها ممكن يجي حدا من البحر ويقوي. بس هدول ما بيقتلوا. لك بتعرفوا شو يلي بيموت عن جد؟ الستريس. التوتر بيقتل وبيتعب كتير الإنسان، بس يتوتر ببلش يعصب ويضوج، وهالشي بيتعب البني آدم كتير. شو بدك أقول؟ شاي. الشاي منيح. شاي فيكو؟ شاي. شو؟ ما عجبك يعني؟ قلي شو اطلب لك، هوت شوكلت مثلاً؟ في عندكم كوكتيلات هون شي؟ ايه عندنا كتير كوكتيلات بتناسبك دادا. في مولوتوف كوكتيل، سمعان في هاد ولا لا؟ علي رضا شو هالمعاملة؟ شو هالحكي الفاضي هاد؟ انت عم تلعب بدوري الأبطال هلا؟ بس فريقك درجة رابعة، يعني خرجوا دوري حارات، لازم تصير تلعب مع ناس محترفة وكبيرة، أما هيك ما بيمشي حالك معنا أبداً. علمهم علي، مع مين وإمتى وشو يحكوا ويختاروا الوقت المناسب، ما بدهم مين يقلك. هنن بيعرفوا كتير منيح شو يحكوا مع مين. عندك مثلاً أخي مجد ليكو قاعد، عرفت مبارح كيف حكى مع الكلب تبعك؟ مجد، فرصة سعيدة. أنا شريك أخوك، أنت ولد ذكي كتير، بدل ما تضيع وقتك كله هون، إذا بتحب فيك تجي لعندي، إذا حبيت تشتغل بتلاقي عنا شغل قانوني كمان، بابي مفتوح أيمتى ما بدك. رح فوت من هالباب قريبا جدا. مجد. كتير عصبي. هاي وراثة؟ هدول بيضلوا ورا الدركسيون من الصبح للمساء أخي، مشان هيك بتلاقيهم متوترين كل الوقت. أي معك حق. أي روق. لك يا ولد، أنت جاي تختبر صبرنا يعني؟ إيه بلا العلاك الفاضي، أحكي المفيد. فيكو، مين اللي عم يحكي؟ يمكن العم اللي قاعد هنيك. أهلين عمي، ما تواخذني، ما شفت تمك من شواربك. إيه قريب وبحلق بعيونك منيح بتشوفه. انت حسن الاسود، تشرفنا وفرصة سعيدة. نمشي فيكو؟ ايه منمشي. وانا هيك رأيي، خلصنا التسلاية وهلا وقت الجد. الشاحنات جاهزة، اذا البضاعة كمان جاهزة بيشوفها سلمان اغا وبياخد قراره، وبعد هيك منبلش بالشحن. اجيت لحتى اخدك، يلا قوم. هي اخر مره بتجي بتاخدني، خبرني وانا بجي لحالي. ديروا بالكم على المحل بغيابي، ما بنطول راجعين. باي شوفيريه.